تطورات الوضع في غزة التي يضربها الجوع بسبب الحصار الذي يشارك فيه الأنظمة العربية وفي مقدمتهم الفتاح السيسي. النهاردة إعلام العبري بيتحدث بتوسع عن دور المجرم في ذلك الحصار ودور إبراهيم العرجاني، وأيضا يتحدث عن دور السعودية وإعلامها. لكن رغم كل الحصار ورغم كل الألم ورغم تلك الخيانات، المقاومة ما تزال تسقط قيادات من الجيش الإسرائيلي في شمال غزة ووسطها. عايز اقول لك ان الاسبوع الفائت، وهذا رقم لم تسمعه على الاطلاق من اي وسيلة اعلام، لا يقل عن نفوق 500 جندي في شمال اراضينا المحتلة وفي غزة. 500 جندي الاسبوع الماضي على الاقل. 500 جندي لمن لا يستمع جيدا واللي بيتخيل ان الصوت ضعيف، 500 جندي اسرائيلي سقطوا الاسبوع الماضي فقط. المقاومة أعلنت استهداف 4 آليات عسكرية منذ قليل في تجمعات لجيش الاحتلال واستهداف للجنود في حي الزيتون. مقاومة أعلنت أن طيارات جيش الاحتلال أجلت 3 جثث اليوم من ضباطها الذين قتلوا. جيش الاحتلال لم يعترف إلا بسقوط 1 من الضباط في قطاع غزة. أرقام جيش الاحتلال غير حقيقية. على فكرة، على ذكر الأرقام غير الحقيقية، ودي كنت أعملها في الحلقة بس عايز أقولها دلوقتي، عندي معلومات أكيدة زي ما أنا متأكد أنا بكلم حضراتكم، وزي ما متأكد أنه يوم جميل كده بفضل الله، الحمد لله على كل الأصعدة. واحدة من أكبر شركات الأدوية في العالم اللي بتصنع الأمصال التي بتعطى للجنود لما بيجوا مصابين، هذه الشركة تمتلك 17 خط إنتاج. أنا بكلم حضرتك من داخل تلك هذا المصنع اللي موجود في أكتر من دولة في العالم، أكبر شركة بتصنع الأمصال، 6 خطوط إنتاج منذ بداية طوفان الأقصى مخصصين بالكامل لإسرائيل. 6 خطوط إنتاج مخصصين بالكامل لإسرائيل لإنتاج الأمصال التي تعطى للجنود المصابين فور دخولهم المستشفى. كل واحد لازم ياخد المصل ده، أنا معرفش المصل ده بيعمل إيه. منذ بداية طوفان الأقصى 6 خطوط إنتاج شغالين الـ 24 ساعة بدون أجازة دقيقة واحدة لكي يستطيعوا ملاحقة أعداد الأمصال التي يحتاجها جيش الاحتلال. أنا معايا الشركة ومعايا فيديو، لكن حفاظا لما بقول لحضرتك المعلومة، حفاظا على إعلام العبري يعلن مقتل اللواء إبراهيم أوفجين. הרבה פחות מחויכת, כאמור, סמל ראשון אברהם אופגן, בן 21 מנתניה, לוחם בגדוד 932 בחטיבת הנחל, נופל בקרב בצפון רצועת עזה. אמיר, אנחנו אומרים צפון רצועת עזה ומדגישים לא סתם. כן. ידענו שלמרות השליטה המבצעית של צהל באזור הזה באופן עיקר, זה לא באמת אומר משהו על היכולת שלנו להתמגן ב-100%. يظهر شاي وزير الثقافة والتكنولوجيا السابق في دولة الاحتلال تحدث عن الوضع اللي في جيش الاحتلال في الشمال والخسائر اليومية للجنود هناك، وأن الأرقام التي بتعلن من إسرائيل أنهم فككوا وقتلوا كتائب المقاومة هي عكس الحقيقة على الإطلاق. اسمع بنفسك. נכון, אנחנו כבשנו צפון הרצועה, לא תיארנו. שצהל אומר, אנחנו השמדנו גדוד, הוא אומר שנגיד מתוך 1,000 מחבלים הרגו 700 ו-300 התפזרו, ולא מתפקדים כמסגרת גדודית או פלוגתית, אז עדיין יש שם מחבלים שמסתובבים, ובשלב מסוים מתחילים להתקבץ, ואז אל מול מודיעין, שולחים את החטיבות להתקפה וממשיכים את ההשמדה שלהם, וזה ייקח עוד תקופה מאוד ארוכה. אין לנו עוד הרבה זמן לתאר את הרצועה. איזה? אנחנו ממשיכים להילחם, אנחנו רואים את זה גם בגבורת החיילים וגם בחדשות הקשות שמגיעות אלינו לצערנו כמעט כל בוקר, וצריך לזכור את זה. גם במקומות שבהם היינו, חיילים עדיין נוכחים, נמצאים באין מפת דרכים לסיום המלחמה, באין החלטה אסטרטגית של ממשלת ישראל לאן זה הולך ביום שאחרי. וזיר אסטרטגיה וטכנולוגיה הסאבק, אנחנו נגרק פי וחל גזה, ולזם יבא פי חלול דוליה לתלק הקארת'ה. מתחילים לדשדש בבוץ או באבק גם בצפון הרצועה. את המצב הזה צריך לפתור באמצעים מדיניים, באסטרטגיה, ולא רק להסתמך על גבורת הלוחמים, כי הגבורה היא שם, היא תמשיך להיות שם, החיילים מחויבים עד הסוף. הממשלה, כרגע ללא איזושהי הכוונה אסטרטגית. גיש להחתלל ליועל הארקם الحقيقية. واحدة من أكبر شركات الأمصال تاني اللي بينضموا إلينا في هذا التوقيت. شركة أمريكية لها عديد من الفروع في أمريكا وأوروبا
مبيعاتها بتتعدى 10 مليار دولار في السنة. تمتلك تلك الشركة 17 خط إنتاج، 6 من خطوط الإنتاج، وهو رقم كبير جدا مخصص لجيش الاحتلال فقط. لم يحدث في تاريخ تلك الشركة العمل بهذه الكثافة لمواجهة الطلبات الرهيبة لجيش الاحتلال. دي معلومة على جنب. المقاومة بتعمل وسط حصار خانق ووسط مجاعة هائلة تضرب الشعب. 9 شاحنات في آخر 10 أيام زي ما أعلنت المقاومة بالأمس. النهاردة حكومة غزة بتتحدث لأصحاب القلوب أن الناس بتاكل علف الحيوانات، والمؤسف أن هذا العلف أصبح غير متوفر ولم تعد متوفرة. جملة أن إسرائيل بتحول، أعلن مدير مكتب علف الحيوانات منذ 3 أسابيع ولم تعد متوفرة. الاحتلال يريد جعل قطاع غير صارح للسكن من خلال استهدافه المرافق. كارثة إنسانية حقيقية سيذهب ضحيتها عشرات مئات الآلاف إذا لم يتدخل العالم. ده نجاح جيش الاحتلال، لأن تحويل غزة لمكان غير قابل للحياة في ظل حماية شركائه العرب، أو هكذا يطلق عليهم. قصة إن مش عايزين أهل غزة يدخلوا مصر، والمشهد اللي بيتعمل في محكمة العدل الدولية، مصر رفع قضية وبتاع، كلها أكاذيب. مصر مطلوب شهادتها في محكمة العدل الدولية، وده اللي حصل النهاردة، وتلك الجلسة محددة من سنة، وتلك العصابة لا يأتي منها خير. وبنقول في مصر الحداية ما بتحدفش كتاكيت. أخطر عنصرين موجودين في الأمة في هذا التوقيت، أخطر عنصرين على الأمة، السيسي وابن زايد. الخطة من الأساس جعل غزة مكان غير قابل للحياة، بيوت مدمرة، مدارس، مساجد، بنية تحتية، لا أكل ولا شرب. فيبقى الحدث اللي بعد كده مباشرة التطور الطبيعي كلنا عارفينه. سيبك من إسرائيل اللي فضحته في الحصار وقدام محكمة العدل وبايدن وبتاع، وأنا كلمته وطلبت وبتاع. النهاردة إعلام جيش الاحتلال ونائبة السفير الإسرائيلي السابقة في القاهرة اسمها روت فروسمان بيفضحوا هذا الدور من جديد. نسمع الأول اللي قاله الصحفي حيزي سيمان طوف عن السيسي وسخريته هو ونائبة السفير الإسرائيلي السابقة في القاهرة من المجرم. שנים בשלטון בדצמבר 23 היו עוד בחירות במצרים, הוא נבחר לעוד 6 שנים נוספות, ועכשיו 89% בחרו בו, אז היה 90 ויותר. התעלפתי, נפלתי מהכיסא, כן. ולכן, המס שפתיים שהוא נותן לפעמים, יש פה סינדרום כמו הרשות הפלסטינית, שמדברים בפומבי נגד האינטרס האמיתי שלהם, ותראי איך הוא מדבר, ישראל הגזימה בתגובה שלה על עזה, למרות שמבחינתו זה לא מעניין אותם, מצלו שחמאס יושמד לחלוטין, תראי את דברה. قال لك أوساخ كلهم، سيسي زي محمود عباس بيتحدثوا في العلن بعكس مصالحهم الشخصية اللي بيقولوها لنا في الخفاء. السيسي عايز يخدع المقاومة. ده مين؟ ده حديث اللي قاعدين في القعدة دي، الست اللي بتضحك دي نائبة السفير الإسرائيلي السابق في القاهرة روت فروسمان مع الصحفي حيزي سيمان طوف بيسخروا من الأوغاد العرب اللي السيسي تحديدا ومحمود عباس اللي بيقولوا كلام في العلن يعارض تماما ما يطلب من إسرائيل في الخفاء. نائبة السفير الإسرائيلي السابق في القاهرة ما تحملتش التصريحات دي، تصريحات السيسي، وده اللي حكيته لما شاف التصريحات السيسي الأول مرة مع بلينكن. الفعل اللي موجود اتحسب انه يتجاوز رد الفعل حق الدفاع عن نفسي من جانب اسرائيل،
ويتحول إلى عقاب جماعي. صحيح ما حدث في 9 أيام كان كتير وصعب، مفيش كلام، وإحنا ندين، لكن أيضا لازم نعرف إن في عبارة عن تراكم من حالات الغضب والكراهية ترتبط على مدى أكثر من 40 سنة. قالت لك وقعت على نفسي من الضحك من تلك التصريحات في الغرف المغلقة. السيسي بيقلع بيقول لنا حاجات تانية خالص، وده شريكنا الرئيسي حيزي سيمان. قال لك انا عارف ان السيسي معانا وكلكم عارفين السيسي يهمه اكتر مننا القضاء على الاخوان، وفي غاية القلق ان الرأي العام العربي معاهم. מה שמעניין את עבד פתח א-סיסי לאחר עשור בשלטון של מצרים זה קודם כל שהאחים המוסלמים או האסלאם הפוליטי לא יחזור למצרים בשום אופן. זה דבר ראשון. הדבר השני זה הכלכלה המצרית הדי מקרטעת, נקרא לזה כך, וזה מה שעומד לנגד עיניו. דעת הקהל ברחוב, דעת הקהל הערבית, דעת הקהל המצרית משולהבת בחלקה עם האחים המוסלמים. זה דואך, הוא דיכא את זה, אבל הוא לא רוצה שזה יתפרץ מחדש. السيسي معانا ومش بس ضد الاخوان، وما معتبرين غزة اخوان يعني، وضد الحوثيين زينا، واعلن عن ده وهو في غاية الضيق. שהוא מסתכל על אינטרסים איראנים קודם כל, הוא ישר נדלק. ושימי לב למה שהוא אומר לפני 3 ימים על כך שהחות'ים, המיליציה הפרו-איראנית מתימן, גרמה לירידה בסחר ובתנועה הימית ב-50%, וזה פוגע בכלכלת מצרים. הנה דבריו. בונה. السيسي بيهاجم الحوثيين وبيحرض ضدهم، هو معانا في كل حاجة، لم يسقط مننا في طلب واحد، مفيش حاجة من مصلحة إسرائيل السيسي مش معانا فيها. في تحدي للدول اللي زي حالتنا زي مصر كده. النهاردة مصر بقى لها يعني كورونا خدت 2 سنين، ثم بعد كده الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم اللي انتوا شايفينه دلوقتي مع قطاع غزة، وانتوا شايفين النهارده الممر الملاحي اللي كان بيجيب لمصر تقريبا حوالي 10 مليار دولار سنويا، ده تراجع بنسبه 40% ل 50%. وגם תירוצים, אתה יודע, לעם שלו, שגם, אתה יודע. הוא אומר פה, הפסדנו מיליארדי דולרים, ולכן אנחנו צריכים לתקן את זה מחדש. זאת אומרת, הוא מסמן לעם שיש פה איזה אויב על הכלכלה המצרית שצריך לשקם אותו, וזה איראן מאחורי החות'ים. זה מדהים. السيسي لا يستطيع أن يتحمل وجود المقاومة ويعتبرهم خطر قومي عليه، لكن عنده مشكلة وحيدة، إنه مش قادر يضرب نار عليهم، لأنه هيبقى متعاون بشكل رئيس، فإحنا اللي بنضرب له النار. اتفضل. ممدين. خد مشميت. وأخي السيפור הזה של עזה. זה אם אתה נכנס לראש של סיסי, יש לו פה דילמה. הדילמה היא כזאת, הוא לא סובל את חמאס. בואי נגיד בשפה פחות, לא סובל אותם. זה מבחינת אחים מוסלמים, זה סכנה לביטחון הלאומי של מצרים. אבל הוא לא יכול לראות בעזתים שנכנסים לרפיח עם תהיה פעולה כזאת, כי אז הוא יתפס כמשטפים של ישראל. ולכן, מעל לפני השטח הוא אומר, אני רוצה להכניס כמה שיותר סיוע לעזה. בשיחות סגורות זה משהו אחר לגמרי, תראי את דבריו. עונה. دي القصة. السيسي لو عليه هيبعت الجيش المصري العظيم يدك المقاومة. والسيسي طوال السنوات الأخيرة لو تلاحظوا زي كل جريمة بتحصل بيسبقها تمهيد إعلامي قذر. 10 سنين والتحريض الإعلامي المجرم الذي يتبع الطاغية في مصر على المقاومة وعلى أهلها وعلى غزة، وتحريض على ضرب المقاومة، وأشباه الحاجات دول زي المخبر اللي كان بيطالب بالجيش بضرب غزة، كل ده كان تمهيد إعلامي، لأن ده اللي عايزه السيسي، عايز يضرب غزة، بس هو جبان فاخترع الخزعبلات بتاعت المقاومة وفتحت السجون وقتلت إخواتنا في الجيش. كل تلك الترهات لم تكن عبثا، أفكرك بجزء من اللي كان بيتقال، جزء يسير
اللي يؤكد أن الإعلام العبري وأن ما دار في استضافة نائبة السفير الإسرائيلي في القاهرة كان قلب الحقيق. سيسي معانا ضد المقاومة ونفسه يضرب عليهم نار زينا وأكتر. ده الوجه الحقيقي للعصابة اللي بتحكم مصر وأذنبها. وهذا الوجه لا يعبر عن بلادي على بلادي على الإطلاق. الناس خانعين عندنا خانعين. الجوع حدهم. لكن الخنوع سمة من المحيط للخليج. عشان كده كان نفسي تستمعوا للقصيدة بتاعت نزار الله يرحمه عندما عبر عن حال أمتنا، وربنا يجعل كل كلمة في ميزان حسناته ويعافي عنه ويغفر له الزلات والسقطات. الله يرحمه. مجرم اللي اسمه توفيق عكاشة بيقول له انت خلعت من ايدي في الكونتيننتال، كنت اضربك وبتعمل، قسما بالذي رفع السماء بغير عمد. كنت في كافيتيريا على ايامي من 10 سنين كان في مدينة الانتاج الاعلامي. فيومها الزمايل من الاعداد نادوني وانا ما اعرفش في ايه، لازم تيجي. وانا بروح على طول رحت كافيتيريا لقيتهم بيحتفلوا بعيد ميلادي، وانا ما احبش احتفالات عيد الميلاد اطلاقا، كرهها كره العمى. فساعتها توفيق عكاشة كان معدي، قسما بالذي رفع السماء بغير عمد، بص في الارض وجري وغير اتجاهه تماما. كنت بعرض له، كان في عز الثور، كنت عامل له فيلر كده زي العرجان وزي السيسي وهو بيبوس ايد صفوت الشريف. قسما بالله والذي رفع السماء بغير عمد جري زي الفار المذعور، الهنية هيمسك هنية يضربه والسنوار. معلش ده جزء بسيط من اللي كان بيحصل ولسه بيحصل. فنائبة السفير الإسرائيلي في القاهرة ما قدرتش هي والصحفي يستحملوا لما سمعوا خطاب الكلب أروح من ربنا فيه. لو أنا السبب في إن أنا ما دخلش لقمة عيش لأقدر أدخلها لغزة أروح من ربنا فين؟ أروح من ربي فين؟ بديوك ورצה להכניס לעזה דברים. ישראל לא נותנת. אם הוא יכול לא מכניס אפילו גרגיר, זה לא מעניין אותו. אבל אם זה משרת את הקבלנים המצריים, יש מקום שמצרים העלים עין ממנו. איזשהו מין שער כזה, נקרא בוואבה צלח הדין, ששם נכנסו מסעיות. ضحكتها اللي مليئه بالسخريه والشماته عايزه تقول يا نهار اسود ده ابننا، انتوا بتصدقوا الكلام ده؟ انتوا بتصدقوا الكلب ده؟ ده كلبنا. بتصدقوا الكلام ده؟ لو يقدر ما يدخلش غزه ذره مش هيدخلها. انت معانا في كل حاجه. نقبه السفير دي قعدت جلسات مطوله مع السيسي، دي بتاعت حييم كورين. نائبة السفير حييم كورين، فاكرين تسريب حييم كورين؟ دي عندها زي اللي عند حييم كورين. فاكرين حييم كورين الزوم اللي كان عامله مع ناس وربنا أراد بحي الفريق العبري اللي معانا اصطادوا؟ واضطر بعد كده يعمل مؤتمر صحفي ويعلق على اللي هو قاله بعد ما قال كل الجرائم، قال أنا مش قادر أحكي لكم كل اللي بيحصل لأنه مرتبط بالأمن القومي الإسرائيلي. السيسي فتح لنا كل الابواب، السيسي ناداني وقال لي انا هوصل المايه، ليه مش عايزين المايه توصل؟ انا هوصل لكم المايه لاسرائيل. لبتاع السيسي على تيران وصنافير استاذننا في الاول، السيسي جاب الجنرالات واللواءات قال لهم اسيادكم يخشوا يتبولوا في اي مؤسسه في مصر زي ما هم عايزين، قال اللي عملناه وصلنا له في مصر كبير، زعت التسليم 30 مره لدرجه ان انا زهقت مش هعيده تاني عشان ما اضيعش الوقت. كفايه الوقت اللي ضاع النهارده. قلت له انت معانا في كل حاجه. وكل الرجاله فاهمين القصه كلها وانت بتتصلبط، ولو عايز تدخل حاجه هتدخلها، وفي حاجات بتدخلها للمقاولين المصريين اللي تبع العرجاني اكل وحاجات. دي نائبه السفير بتفضح لاول مره تلك اللقطه، قالت الاكل والمستلزمات بتخش رجاله العرجاني جوه غزه. فالراجل بتاعنا عبد الفتاح السيسي محدش يصدقه لما يتكلم. نائبه السفير الاسرائيلي ووزن قبل ما تشيل وما تاخدش من اي حد، لنا ولا أبويا الله يرحمه ولا اللي أحسن مننا. من لا ينطق عن الهوى في الرفيق الأعلى.
לא, אז אני רוצה... את יודעת, אנחנו בהלם מערכתי ממנו. לא, אז אני רוצה להבהיר. השלטון וגורמי הביטחון המצרים יודעים מה האינטרס המצרי, שהוא מאוד דומה במקרה הזה לאינטרס הישראלי. אפרופו חמאס, אתה אמרת לא סובל, הוא שונא אותם. רגע, רות, אז איך את... إنه يكرهكم كراهية العمى وهي الصادقة بلا حرف غلط. ده الراجل بتاعنا السيسي معانا مش مع المقاومة، السيسي زينا بيكره المقاومة وبيكره الحوثيين. النهاردة شركة الملاحة البريطانية إمبري اعترفت ان في سفينة استهدفة الحوثيين امبارح متعاونة مع اسرائيل، ودول برضو ما بيعترفوش بكل، خد بالك كل ما يظهر من الاعلام احنا في حرب اعلامية شرسة بتبقى لاسباب. الحوثيون باليمن يستهدفون سفينة اسرائيلية ترفع علم ليبيريا، حركة الحوثي اليمنية المتحالفة استهدفت الثلاثاء سفينة شحن ترفع علم ليبيريا متجهة للصومال، ام اس سي سيلفر اللي هو لم يحيي ولم يدلي المتحدث العسكري باسم الحوثيين بمزيد من التفاصيل. الحوثيين ايضا استهدفوا سفينة امريكية بتحمل حبوب، الحوثيين قالوا انها كانت بتحمل اعلاف بصواريخ باليستية. امريكا فوجئت ذهلت ان عندها غواصات بدون طيار الحوثيين، التقنية دي ما كانتش موجودة، الموضوع ده ما اتكلمناش فيه بسبب الأمس للأسف. استهدفوا سفينة أمريكية بتحمل حبوب، تعرض ناقلة حبوب أمريكية لإطلاق صاروخين من الحوثيين. اسمع الرسالة دي من مواطن يمني لكل شعوب العرب. مكملين، ما حدش يروح لبعيد. اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة من شعب الإيمان والحكمة، شعب اليمن، إلى كل حر وعربي ومسلم، إلى كل شريف في جميع أنحاء العالم. إننا مسؤولون أمام ما يحدث في غزة، كل يوم من جرائم، الأطفال يقصفوا والبيوت تدمر والنساء تنتهك. إننا اليوم لسنا معذورون أمام الله، ولا يوجد أي مبرر لهذا السكوت وهذا التخاذل أمام هذه الجرائم. ونخص بالذكر إخواننا في مصر الشقيقة أم الدنيا، يجب علينا التحرك. إخواننا المصريين، لديكم الكثير من الخيارات لمواجهة هذا العدوان الظالم، لا سيما أنه في حدودكم. هذا الكيان الغاصب الذي لا يوجد لنا أي مبرر للسكوت، أقل خيار تملكونه هو خيار المقاطعة، لا سيما وأن البضاعة الإسرائيلية تتواجد في مصر بشكل كبير. يجب علينا المقاطعة، لأننا سنسأل عن أي بضاعة نشتريها فيتحول إلى قنابل ورصاص تقتل الأطفال والأبرياء في فلسطين. اليوم لا يوجد أي مبرر لهذا السكوت وهذا التخاذل. حتى الحكام لا نقول الحاكم لم يتحرك، الله سبحانه وتعالى يقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، لم يقل كان ملكا أو رئيسا أو وزير، رجل. إذن يعني أهمية التحرك المواطنين. إذا كنت اليوم مع حقوق المرأة فالمرأة تقصف، إذا كنت مسلم فالمسلمون يقتلون، إذا كنت مسيحي فالمسيحيون يقتلون والكنائس تدمر. إذا كنت اليوم مع حقوق الإنسان فإن في غزة داس الصهاينة قانون الإنسان ووضعوه تحت أقدامهم، فلا يوجد أي مبرر لهذا السكوت وهذا التخاذل. نقول للحكام العرب الصهاينة الذين طبعوا وباعوا قضية فلسطين، فوالله ما أيامكم إلا عدد وما جمعكم إلا بدد، والله لن يسقط عنكم عار ما فعلتم يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. ألا لعنة الله على الظالمين. يسلم لسانك. عايز أقول إنه لأهل في مصر عملنا حاجة وحيدة بسيطة جدا كويسة وبتأتيني أخبار مش حلوة، قدرنا نعمل مقاطعة، حاجة وحيدة جدا وصغيرة، بالله عليكم ما تترجعوا عنها، ده أضعف أضعف الإيمان. الناس ما تنساش وترجع تشتري وتعمل، يعني اعملوا أي حاجة، اثبتوا حتى على المقاطعة اللي هي مش محتاجة منك أي تضحيات. حتى المقاطعة بتأتي ليها رسائل إن الناس بدأت تتعامل مع الحكاية عادي وتسحب الحكاية.
بالله عليكم